بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس هذا غادي نشوف واحد لاستيس ولا واحد تخيك بسات لي فوسط الكريستال ريبور. هاد لاستيس ولا هاد البارتي ولا هاد لوبسيون كتمكنني باش نبارامتري واحد لو شون. نعطيو مثلا سيبلو هنا، ثم غادي ناجوتيو واحد لو شون. مثلا نفترضو غادي انا الى بين اجوتي التكست، غادي نشوف هنا كيفاش ناسيرو لي زوبجي. غادي نعطي مثلا نسميه ريزولتا باغ اكزومبل، او نسميو دات دات اي تايم، نسميو دات فقط. اذا انا اللي بغيت مثلا نعطي واحد لو شون افيشي في دات تاع اليوم باغ اكزومبل. في هذه الحاله هذه كان عندي واحد ممكن نستخدم واحد ليديتور. اذا غادي نجي ناجوتي واحد نوفو فورميلا، نسمي مثلا دات، ثم غادي ندير دات دات نوم، ثم غادي ندير ايتيليزي ليديتور. لاحظنا كيعطيني هاد الانتيخفاص اللي هو ايديتور دو فورمول. هاد ليديتور كيعطيني بزاف تاع لي زوبسيون ممكن نستخدمهم في وسط الكرياسيون نتاع واحد الرابور. بمعنى انني مثلا في لوكان تاعنا ما بغيتش نافيشي كاع لي زيليمون، بغيت نافيشي واحد ليليمون وما بغيتش نافيشي التكست نتاعو، ولكن بغيت ناخد لا فالور نتاعو نتاع هاد ليليمون اولا نتاع هاد الكولوم، وبندير عليها واحد لو تريتمون، وبنشوف اذا كانت كات ريسبكت واحد الريغل ندير هنا تريتمون. بغيت نستخدم بعض لي فونكسيون ثم مانيبيولا بطريقه عاديه. هنا غادي نشوفو مثلا، لاحظنا في وسط هاد الايديتور دو فورمول، بمعنى كان بريسيز واحد الفورمول، فهاد الحاله هادي غادي نافيشو حنا لا دات. اذا هنا كيف ما كتلاحظوا كاين انا كاين عندنا تخوا بارتي مهمه. البارتي الاولى كيعطيني كي باركوري داتا سيت، بمعنى لا داتا سيت واش خدامين، لاحظنا هي هادي الاولى. ثم الثانيه كيف بارتي تاع لي فونكسيون اللي هما بري ديفيني واجدين، ثم البارتي الثانيه اللي هي لي زوبيراتور، لوبيراتور اللي ممكن ندير. هنا فقط غادي نشوف لي فونكسيون، غادي نسيو باغ اكزومبل هنا بعض لي فونكسيون كيعطيونا مجموعة تاع الأشياء اللي ممكن نستخدمها بطريقة سهلة. هنا مثلا بالنسبة لدات تو اوغ، إلا بغيت نستخدم دات تو اوغ فقط غادي نجي لهنا، غادي نأجوتي مثلا كيرينت دات بهذا الشكل هذا، ثم غادي ندير كونترول اس وغادي نإكزيكوتي افيشي. انا حتى الضغط خصني اجوتي هاد الاليمون ما اجوتيش لوسط، خصني اجوتي انسيري انسيري دو لو رابور، نحطو هنا مثلا، ثم لاحظنا اوتوماتيك عطا داك التيتخ ضغط نو. اذا افيشي لاحظنا هنا كل واحد عطا قدامو لا دات تاع اليوم اللي هي 11/6/2012 11/6/2012 لا ليست كلها غازي بهاد الترتيب. اذا هنا هادي هي البروبريتي باش نكري واحد لا دات. هنا فقط درنا اكزومبل سامبل باش نشوفو لا دات. غادي نمشي ندير موديفي، ثم غادي نلاحظو انه ممكن كذلك نجبد حتى لا فونكسيون تاع التايم. مثلا تايم التايم كيرونت تايم اللي هو التايم الحالي. اذا ثم غادي ندير اكزيكوتي، وغادي نلاحظو ان نفس الريزولتا تماما هاد المره كيعطيني التايم. اذا لحظه 18:25 وبس وبس سوكوند اون دو تايم. اذا هنا فقط لوبجيكتيف تاعنا ماشي هو باش نعرفو كيفاش نانسيري لا داتا ولا انسيري لا تايم، مع العلم انه كاين طريقه اخرى سامبل باش نانسيري لا داتا والتايم. هنا لوبجيكتيف الرئيسي هو باش نشوفو هاد الفورمول. هنا عطينا اكزومبل سامبل، دابا غادي نشوفو بعض ليتيليزاسيون تاعو. هنا درنا داتا تايم، وبنفس البرانسيب ممكن نستخدم جميع هاد لي فونكسيون اللي كاين عندي هنا، جميع هاد لي فونكسيون. باغ اكزومبل مثلا نعطي واحد ليكزومبل اللي هو كونكري. مثلا اذا كان عندنا في وسط الفورميسيون كان عندنا دات دانسكريبسيون، وبغينا نعرفو حنا هاد البيرسون هذا شحال من سنه دوز في هاد الشركه هادي، او لا شحال من سنه عنده في هاد الحاله هادي، او لا دات دونيسونس بالنسبه لواحد ليتيديون ولا واحد ستاجر، بنعرف شحال لاج ديالو. هنا يمكن نستخدم هاد الفونكسيون دات ديف. لاحظنا دات ديف كان اجوتي كان عطيه لو تيب نتاعو دات اور دي بي ودات اور فان، هو اوتوماتيكمون كيكالكولي لاج بهاد الفورما ديال التيب اللي بريسيزيت لينا. اذا هذا افونتاج اخر في الحاله اللي كان عندي واحد لو شون فيه اج وهاد لو شون كالكولي، يسوفي باش نستخدم هاد ليديتور دو فورمول، وكنحط واحد الفورمول بطريقه اللي هي سامبل. وكيف ما قلت هادو فقط حنا شفنا دابا لي فونكسيون تاع الدات، وكيف ما كاين عندنا دات تايم بالنسبه للسكوند داي كاع لي زانفورماسيون اللي بغينا. اذا وهاد لي زانفورماسيون هنا اون فوا مثلا حتى نقاد لابليكاسيون، مثلا الا درت دات ديف ودرت كيرنت دات وكيرنت تايم، واخا نقاد لابليكاسيون كري سيت اب لابليكاسيون ابخي، غادي يكون دائما بمعنى ان هذا الى درت
كيرونت دات دائما كيجبد لا دات البي سي، اون فوا كان اكزيكوتي لابليكاسيون كيعاود يمشي يقلب لا دات البي سي. هنا هاد لي فورمول كيوقع عليها ميساجور اوتوماتيكمون. اذا كيف ما قلت هنا كاين هنا بعض لي فونكسيون د الدات، كاين الشين دو كاركتير، كاين اليغ، كاين بزاف تاع لي شوز. اذا هنا قلنا حنا فقط غير عرفوا الفكره نتاعته نتاع هاد الايزيتور دو فورمول. انا غادي نشوفو اكزومبل سامبل بالنسبه لهاد نشوف لو موديفي لا موديفي الفورمول عفوا نمشيو هنا احسن لا ميم شوز. هنا غادي نحيدو هاد الاليمون ثم غادي نجبتو اليمون اخر. اذا حنا دبي اللي خدمنا به في الترتيبات، اذا نوفو نعطيه مثلا سميه نسميه مثلا ريزولتا اتيليزي ليديتور. اذا دابا سا مارش. هنا بالنسبه لهاد ريزولتا ممكن نستخدم بعض لي ستركتور دو كونترول. اذا كيف ما قلنا هاد لي فونكسيون كيعطيني بزاف تاع لي فونكسيون واجدين كيمكن ليا باش نستخدمهم بطريقه سهله. لا ميم شوز بالنسبه للاوبيراتور كيعطيني بزاف لي زوبيراتور ممكن نستخدمهم. لي زوبيراتور اللي عندهم علاقه بالمطل لاحظنا العمليه تاع الجمع ناقص الطرح الموديلو نيغاسيون بورسونتاج جمع لي زوبسيون. ثم مثلا عندنا لافيكتاسيون الى بغيت افيكتي الكومونتير لا ميم شوز بالنسبه لي بولين. ثم لي شين دو كاركتر كيفاش نتعامل مع لي شين دو كاركتر نتيست واش هاد لي شين دو كاركتر كيحتوي على بعض لي فونكس بعض لي كاركتر او لا. ثم الكونفيرسيون اللي بغيت نحول هنا بزاف تاع لي شغل. دابا حنا غادي نشوفو فقط ثم كذلك بالنسبه لي طابلو حنا غادي نشوف فقط لي سكريبتور دو كونترول. بمعنى سكريبتور هنا سكريبتور دو كونترول اش تيكون فيهم هما لي كونديسيون و لي بوكل لي سكريبتور الترناتيف و لي سكريبتور ريبيتيتيف. اذا لاحظنا هنا كاين هنا لا بوكل دو وايل لا بوكل فور لا بوكل وايل لا بوكل فور بطريقه اخرى ولا بسانتاكس اللي هو اخر. ثم انا اف ثم انا اوبسيون ثم انا سيلكت ثم وايل دو. اذا هادو مجموعه تاع لي فونكسيون. حنا غادي نديرو اكزومبل سامبل غادي نستخدمو نستخدمو مثلا اف نسمو مثلا اف سامبل. اذا هادو اوتوماتيك كنكليكي عليها دو فوا كيحط لي هنا لا ستركتور تاع هاد ستركتور دو كونترول. اذا غادي نحسبو نعطيو مثلا اكزومبل غادي نستيمو اف مثلا الا كانت مراكش غادي نكتب مثلا اوكي باغ اكزومبل. اذا اف اش كاس لو شون اللي بغيت نمانيبيلي عليها ولا بغيت نابليكي لهاد الكونديس او لهاد هاد تريتمون او لهاد الكونديسيون اللي هو مثلا الفيل اف الا كانت كتساوي مراكش نكتب هنا مينوسكيل لا ماجوسكيل. اذا انا على حسب لاباز دو دوني الا كنا حتى باز دو دوني ممكن بارامتر وان نقول لها واش باز دو دوني انا اوتوماتيك ولا كونترول اس خصني نكمل. هنا قلنا باز دوني عندي دوغ نبريسيزي واش تكون سونسيتيف على كاس او لا. بمعنى واش دير لا ديفيرونس اونتر ماجيسكول او مينسكول او لا. ماذا نكتب هنا وي في لو كان تاعهم. هنا مثلا نكتب مثلا با اونكور مثلا كونترول اس. اذا غادي ناجوتي على الريزولتا لا عفوا غادي ناجوتي اللي هو انسيري نحطو هنا بهذا الشكل. هنا نورمالمون فاش غادي كليك على اجوتي غادي نحطو في البارتي سيكسيون 3 باش هو اوتوماتيك كيجينيري هاد الهيدر او لا هاد لونتيت. اذا دابا غادي ندير واحد ديمونستراسيون اللي هي سامبل افيشي. لاحظنا با اونك انا عندي بروبليم عندي شي بروبليم لو شون اللي درت بيه التيست غادي يكون فيه بروبليم. اذا موديفي لاحظنا درت لو شون بلو نو هذا خطا خصني سيلفيل. اذا كنترول اس ثم غادي نيكزيكوتي غادي افيشي نورمالمون خصو افيشي ليا وي يلو لا لاحظنا وي با اون باز اونكور وي وي بطاقة. اذا هادي ممكن نستخدمها الى بغيت نفلتري او الى بغيت ندير اي مانيبيلاسيون ممكن ندير بوكل ممكن ندير جال اي تريتمون بغيت نتلاقى مع لي زوبيراتور اللي كاين عندي. هنا مثلا نكتبو مثلا فلو كان تاع مثلا الا كان خاطئ بغيت ندير مثلا واحد لو شون اخر بغيت نافيشي ليه لو شون تاع عادي اما نكتب هنا وي او لا مثلا كاع نكتب مثلا وي ونافيشي قدامها مره مراكش. اذا وي بلوس كونكاتيناسيون نافيشي مراكش. اذا كونترول اس ثم اكزيكوتي افيشي. اذا لاحظنا انا اللي سامحش انا ما كملش هاد مراكش ماشي حد عندنا شي خطا ولكن فقط خصنا نقلتو نزيدو شويه في لارجور نتاع هاد ليليمون
او لا انت عاد تكست لاحظنا الريزلتا وي مراكش هنا وي لاحظنا دوك الاخرين عطاو الفين تاعهم بطريقه سهله. اذا هاتي تكنيك او لا دار اسيس ممكن نستخدم هاد لي كالكول في وسط كريستال ريبورت، بمعنى دائما لك انا عندي واحد لو شون كالكولي ممكن مانيبيولي هنا. حنا درنا اكزومبل سامبل في هاد التيست، ولكن كذا كان اجت واحد ليكزومبل اخر باش يبان لنا البرانسيب وتبان لنا ليتيليتي نتاع هاد لوبسيون. مثلا نسميوه نعطيوها مثلا شيشون، نكتب مثلا لو نون كومبلي. هنا لو نون كومبلي بعض المرات، مثلا بعض المرات هاد لو نون كومبلي كيكون مثلا هنا ما عندناش لو نون بخينو، ولكن مثلا من افيشي لو نون بخينو في القاعده. غادي نفترض ان الفيل هو البخينو، غادي ندير لو نون ثم كونكاتيناسيون، او لا ندير فخازية تكون سهلة اكزومبل يكون كومبخي. انا مثلا بونجور بونجور مثلا، انا سي هاد بيرسون مثلا بون بونجور هاد السيد هذا، ثم بلوس سميتو وندير البخينو تاعنا. البخينو ما عندناش، فقط غادي ندير بوان، غادي ندير الفين نبازي على الفين على اساس انه البخينو. وانا لاحظنا خصني ندير واحد الكونكاتيناسيون باش يدير واحد لاسباس بين لو نو وبين البخينو بهذا الشكل. ثم غادي ناجوتيه لهنايا مثلا بهذا الشكل، ثم اكزيكوتي. اذا هذا الشون كي اعطيني لو نو كومبلي. اون فوا غادي ندير افيجي، لاحظنا الريزلتا بونجور انا ما عطيتش السميه كامله، نت فقط لون بلاسمون نتاعو كثيره شويه بزاف، او لون ما بقاش لي لون بلاسمون في الافيشي. اذا غادي ندير بلاصتي لهنا بهذا الشكل، ثم غادي نعاود اكزيكوتي اوتر فوا. لاحظنا كذاك بونجور عطاني السميه نفس البرانسيب كذلك، لاحظنا بونجور. اذا هنا كيف ما قلت فقط نعرف غير البرانسيب نتاعها. حتى لهنا شفنا مجموعه تاع لي شوز كيتعلقوا بهذا الفورمول، وكيف ما قلت ان ما حنا ما شفناش لي فونكسيون كاملين، حنا فقط عطينا فكره على هذا الايديتور دو فورمولير او لا دو فورمول، وبنفس البرانسيب ممكن نكري دي فورمول انطلاقا من هاد لي فونكسيون، انطلاقا من هاد لي زوبيراتور اللي كاين عندنا هنايا. الى هنا غادي نكتفي بهذا القدر هذا حتى الدرس اخر ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.